I love big games وبحب يعني يوم السبت والحد بطعم الدوري الانجليزي الممتاز. معلش يا جماعة، السبت والحد اللي احنا كنا فيهم دول السبت وحد مضروبين تماما. السبت والحد بتوع اليومين اللي فاتوا دول رجعونا تاني كلنا للقعاد على الكنبه والتلفزيون والدوري الانجليزي والفانتسي والايام الحلوه. واللي زي حالتي طبعا فهو منشكح من يوم الجمعه بالليل كمان في بدايه الدوري الانجليزي. ارسنال الحمد لله بعد ما كالعاده مؤامره ان احنا نجيبهم يوم الجمعه ونعمل عليهم الحفله انتهت. نمت متصدر، لا تكلمني، الحمد لله فزت على كريستال بالاس 2-0. عندنا كلام كتير قوي وانا مبسوط. اما البدايه الحقيقيه لجميع الفرق الاخرى فكانت صادمه جدا لجماهير ليفربول، فضربه كبرى من المهاجم متروفيتش ياتي بثمار الشامبيونشيب امام ليفربول ويعمل مفاجاه كبيره. توتنهام بتؤكد مع كونتي اهميتها هذا الموسم وخناقه كبيره جدا وشد واسئله ما بين هاري كين وسون. تشيلسي بتفوز على ايفرتون في مباراه قبيحه جدا بعنوان الاجلي فوتبول، ومانشستر يونايتد جماهيرها بيتساءل واحنا السنه اللي فاتت ما خلصناش ولا ايه؟ كابوس الاسود ده مش هينتهي ولا ايه؟ اما الجانب الاخر في نفس المدينه فهالاند اشتغل يا صيع، المكنه طلعت قماش وابو هالاند واقف بيتفرج على هالاند وهو بيبتدي المسيره ببدل الهدف 2. حسبي الله ونعم الوكيل. اهو كل ده كوم، واللي بيعمله ميسي في الدوري الفرنساوي كوم تاني خالص. هنتكلم في ما بدا في اوروبا في حلقات رزع اوروبا، لو مستنيينها رزيعه اعملوا لايك وتعالوا نوصل القناه لحلم المليون قبل كاس العالم 2022. اشترك معنا في القناة، افتح التنبيهات وخليك جاهز لحلقات الاسبوع القوية جدا، وعارف ان في حلقات انتم مستنيينها وبتقولي عليها في الكومنتات جاية وبشكل قريب قوي. فاكيد لازم تتابعنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وانستجرام وتيك توك وكل اللي انت عايزه موجود تحت في الديسكريبشن. اما راعي الحلقات الرسمي فكالعادة موجود وهو المزيل عرق رقم واحد في العالم ريكسون. ويلا رزيعة نشوف اول اسبوع في حلقات هذا الموسم. الله يبارك لك عم مايل، اتفضل عم مايل، الله يبارك لك، شكرا. بيمسوا علي الناس هنا فرحانين قوي. اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده من حلقات رزع اوروبا وانا مبتسم. كان نفسي الحقيقه ابتدي معاكم الموسم وانا داخل معاكم الفصل واول السنه بقى وكله بيحلم ان هو يجيب الفول مارك ويطلع الاول. ده احساس يا جماعه يوم الجمعه. طبعا اللي متابعني على انستجرام هيتفرج على الستوريز وكميه البشر اللي لقيتها بتكلمني احنا عايزين نتفرج عليك يا حلو انت وانت بتلاعب باتريك فييرا، يوسف عثمان وابو زيد وادهم جمعه وعمر خالد كله جاي. طبعا المنطق اللي بيقول ارسنال كالعاده هتبقى الاضحوكه بتاعه الاسبوع وهيتنكد عليهم زي كل سنه وكل طموحاتهم اللي شغاله في الوديات دي هتنتهي. ولكن لا يا حبيبي، نص ساعه من ارسنال في بدايه اللقاء بالاستحواذ بطريقه اللعب اللي تميز بيها جدا ارتيتا، اللي اللعيبه تحسها شرباها كويس قوي، اللعب السريع والضغط العالي جدا يخليك على طول تخلص على كريستال بالاس في خلال تلت ساعه بهدف اسيست زيتشي الصفقة الجديدة لمارتينيلي بالرأس اللي بيبتدي أول أهداف الدوري الإنجليزي. صحيح تراجعت جدا ولعيبة كريستال بالاس اللي بتتميز جدا بدنيا في اللقاء خلتك تقف ورا وخلتك تتراجع جدا عن شكلك الهجومي وبقيت حاسس إن أنت هتلبس في أي لحظة الهدف الأول، ولكن إنك تقدر تنهي المباراة بهجمة مرتدة سريعة جدا كانت عن طريق ساكا اللي بيقدر يسجل منها الهدف الثاني عن طريق هدف عكسي يسجله المدافع، وبعد كده ترتاح وتنام وتطلع بالكلين شيت. رغم ان رامز ديل بدايه مقلقه جدا، صحيح شال اكتر من كوره خطره وده يحسب له، ولكن كان هيلبسنا لاكتر من مره هدف ملوش اي ثلاثه لازمه. في كور التخلف اللي هي بتاعت الحراس مرمى خبطت في وش الواد ورجعت كانت هتخش فينا، حاول يرقص وحاول يعمل مكان منظره كده اللي هو يا نهار اسود احنا مفيش منافس. وهنا تفتكر على طول اهميه لينو مش داخل الملعب ولكن خارج الملعب على الدكه. النهارده الراجل ده هو ما عندوش بديل واضح وصريح وهو الحارس الاول وهو عارف كده. فهل يتراجع مستوى رامز ديل بعد ما شفت منه مستوى جبار ادى ان لينو يتباع الى نادي فولهام وتضحي تماما بالحارس الالماني؟ اما الملحوظه الثانيه فعلى طول تبص كده تلاقي ان انت ناقص منك الرايت باك الاساسي والليفت باك الاساسي، ما عندكش رايت باك في تمايوسو مصاب، والليفت باك ترني كان لسه بيتعافى، ولكن انت بالتدعيمات اللي عاملها دلوقتي حاسس ان انت عندك سكواد ديبث ما عندكش مشكله. بدل ترني كنت هتصوت السنه اللي فاتت، موجود النهارده زيتشينكو وبيعمل لك شكل مختلف تماما. ترني اللي ممكن يكون احسن منه
منه دفاعيا، وزيتشينكو احنا عارفين ما عندوش القدرات دي بالشكل الكافي، ولكن هجوميا ووجوده في نص الملعب والاضافه اللي بيعملها تحسه شارب من ميه السيتي الهجوميه. الراجل على طول كل لعبه لقدام وفعلا اضافه جباره. اما عن جبهه الباك رايت فتلاقي على طول ان واحد زي بين وايت قدم دور انت مش متوقعه في هذا المركز. الراجل اللي بيتحول الى رايت باك وبعد كده بيقلب ساعات لسيرد باك ثالث، بيتحول جنب صليبا وجابرييل. ومن هنا نتكلم على صليبا مان اوف ذا ماتش، سواء بالجائزه الرسميه او بالابهار اللي عمله. عارفين ان اللاعب ده جاي جامد وعارفين ان هو عنده بوتنشال كبير، ولكن توقعنا حتى ان هو هيكون يعني بديل لبين وايت وجابرييل، ولكن يبتدي المباراه ويكون بالاتيتيود الجشع اللي هو انا واثق من نفسي وبيهمنيش حاجه وجاي العب ويلا اللي بعده، هو ده المطلوب. اما عن خصوص فقد يكون خيب امال 75% من لعيبه الفانتسي، وده كل الفانتسي قدامكم على الشاشه اللي لسه ما اشتركش في دوري ارزع، خش ونافسنا يا بيه. ولكن هو ما خيبش امال ارتيتا، ما خيبش امال لعيبه الارسنال بالشكل الممتع اللي خلى مارتينيلي يلعب بكل طلاقه، ان ساكا يتحرك بكل طلاقه في الجبهه بتاعته. الضغط العالي وفقدان الكره اللي كنت بتعمله على كريستال بالاس كان اساسه هو خيسوس، وللاهداف جايه جايه لا شك. واوعى بيه، وانا بقول لك اهو الواحد مبسوط ليه، لانك بتفتكر الموسم اللي فات برينتفورد 2-0 صعد الى الدوري الانجليزي، بتفتكر ال11 اللي انت بدات بيهم، وازاي النهارده انت بتبقى جاهز جدا لاول مباراه عكس السنه اللي فاتت تماما، فتتفائل خير. النهارده لو تفتكروا معايا الاسامي اللي كانت بتلعب زي لينو في حراسه المرمى، كان عندك في المدافعين بابلو ماري وتشيمبرز وبين وايت وتيرني، كان عندك في نص الملعب لاكونجا تشاكا، وفي المهاجمين عندك بيبي ومارتينيلي وبولوجون. المهاجم بتاعك اسمه بولوجون، هو اسمه كده بولوجون. فلا انت النهارده بتفوز بنفس النتيجه اللي خسرت بيها 2-0 على ملعب صعب جدا، بفريق صعب جدا ورخم جدا وشرس جدا، بالرغم اني بقول لك انك ما كنتش الافضل في الماتش، وان كريستال بالاس كانت مستحق جدا انها تطلع على الاقل متعادله في هذه المباراه اللي كان حظك فيها حلو. ولكن هرجع اقول لك هو ده المطلوب، هي دي الشخصيه اللي تبني اللعيبه، وان اللي تخليك في عز ما انت ممكن تكون هتستقبل هدف تضرب الخصم على طول بهدف تاني وتقتل المباراه وتاخد الثلاث نقط بتوعك والكلين شيت وتطلع. فبدايه من رايي مفيش اروع منها، تدي دفعه جدا للجانرز تنيمني مبسوط، ونبص على بقيه الفرق بنفس مفتوحه قوي. قبل ما اخش لك على بقيه التوب 6 ونتكلم عليهم، لازم ادي لك برضو الملخص المفيد للدوري الانجليزي بما ان مفيش غيره هذا الاسبوع. ففي مفاجاه من وجهه نظري، بورنموث بتفوز 2-0 على استون فيلا، ويفاجئ جيرارد ويفاجئ الجميع في صاعد حديثا ايضا الى البريمير ليج، وما بالك ان الفريق لسه ناقص من عنده 9 عناصر رئيسيه في القوام بتاعهم. فهل ممكن نشاهد مفاجاه لبورنموث بعد ثبات مستوى واستحواذ واداء مستحق جدا بالفوز هذا الموسم؟ نيوكاسل اللي بتقدر تفوز على فريق نوتنغهام فورست 2-0 في ارضهم بكل حلاوه وسلاسه، بهدفين رائعين، قذيفه من المدافع فابيان شار، وهدف ما اروعه يؤكد حساسيه المهاجم بتاعت ويلسون. ويلسون يا جماعه عينتيه الدوري الانجليزي، ما بيهرجش، اتفرج على الهدف وشوف اللمسه بتاعته بالشياكه، واحد قاري البوكس كويس قوي وفوكس ان ذا بوكس زي ما بيقولوا. اما عن نوتنغهام فورست فبغض النظر عن الصفقات الجيده اللي عملوها، ممكن ما يكونش النهارده هو مقياس ليهم في الدوري، ولكن خدت بالي من حاجه لازم لفت نظر الناس ليها، وهو الفريق الوحيد اللي بيلعب يعاني من غير راعي رسمي للفريق، ما عندوش سبونسر. فمن هنا بوجه خطاب يا جماعه يعني للسلطات المصريه، خطبوهم ننزل بفيزيت ايجيبت كده ولا حاجه، دوري انجليزي وبيلعبوا 19 فريق من العيار الثقيل والعالم كله بيشاهدوا، زي ارسنال كده عامله فيزيت رواندا، نبقى فيزيت ايجيبت ولا حاجه على تيشيرت نوتنغهام فورست وهتلاقيها في الحنين خالص. يعني دي من الافكار اللي لفتت نظري. ولكن ليدز يونايتد ايضا اللي بتعمل ريمونتادا كبيره جدا على نادي وولفز بعد ان تقدم عليهم 1-0. فرودريجو بيقول ان ممكن ما اكونش ظهرت لحد دلوقتي، ولكن بعد رحيل رافينا انا اللي هحمل الرايه وهكون النجم الاول لهذا الفريق. اما عن بقيه الاثاره واخر مباراه، فبرينتفورد بتقدر تتعادل وتعمل ريمونتادا ايضا بعد الخساره 2-0 امام ليستر، وبتقول لنا ان الدوري الانجليزي لا تتوقع منه ان اي مباراه انتهت حتى لو بتلعب على ارضك. اما اذا اتكلمنا عن المفاجاه في وجهه نظري في هذا الاسبوع، وهو تعادل فولهام بالتاكيد مع ليفربول 2-2 في مباراه قاسية جدا على نادي فولهام مش على ليفربول. سامحوني جماهير ليفربول، ولكن اذا كان حد ضيع نقطتين فهو فريق فولهام مش فريق خالص ليفربول، وده اللي اكده يورجن كلوب بنفسه. احترمت جدا تصريحه ده، ولكن لم احترم تماما تصريح اصل الزرعه بتاع النجيله ما كانتش بتخلي الكوره تجري بسرعه. عيب الكلام ده، ليك حاجات حلوه وليك حاجات بصراحه ما بفهمهاش دايما في اوقات بتبقى مضغوط، في اول ما يتضغط يبتدي يطلع خرافات شويه كلوب. كلوب اللي النهارده اكيد اتفاجئ بجراءه ماركو سيلفا عليه بالاداء الهجومي والشجاع
كأن احنا بنلعب يعني اللعب الطبيعي بتاعنا امام اي فريق وحتى لو كان هو ليفربول. فميتروفيتش اللي تحول الى رونالدو الظاهرة امام فان دايك بيسجل الهدف الاول عن طريق ارنولد اللي بيعلى عليه. وده يا جماعة بصراحة يعني لا يلام فيه ارنولد, هو يلام فيه فان دايك من وجهة نظري انه سايب واحد هو الوحيد الطويل في لعيبة فولهام ومخليه بجنب ارنولد. ارنولد مهما نط او حتى يسيدي غلط وسابه في ظهره مستحيل يجيبه. فبكل ذكاء متروفيتش اللي بيكمل اداء الشامبيونشيب هداف هذه البطولة مكسر الدنيا تحت وطالع بيعلنها ان هالاند انا مش هسيبك في حالك. فبعد الهدف الاول وبناخد راحة وفولهام كانت الاقرب انها تسجل الثاني, ولكن نونيز بينزل على طول كتبديل لفيرمينيو اللي ما كانش لاقط تماما اللعب وتحسه انه خلاص الراجل بيسلم شارة وهيكتفي كبديل بقية الموسم. كانت حلاوة روح وكانت تقدير ليك يا عم فيرمينيو, ولكن الوضع مختلف بوجود نونيز لا شك. الراجل يا جماعة جاي متكلف, الراجل بفعال, الراجل نزل جاب جون وجاب اسيست ما ينفعش يقعد. وكذلك صلاح النهاردة الراجل بتطلب منه ان هو يكون صانع العاب. النهاردة الراجل ما عندوش مساحات. النهاردة الراجل بوجود فيرمينيو ما كانش لاقي حد بيجري له زي نونيز. والوضع اتحسن جدا بعد نزول هذا اللاعب وصلاح اللي الراجل مضمون ممكن النهاردة ما يكونش عامل افضل اداء, ولكن انا طالع بجون وطالع باسيست سلام عليكم. هتلاقي جه سرق الجايزه في الاخر وروح. المبهر كان ان خلاص فولهام عملت اداء عالي لمده 60 دقيقه, ليفربول ركبت وهتخلص 3-1 دلوقتي. تلاقي متروفيتش خد الواد فان دايك واحده, متروفيتش ده بطيء قوي وفان دايك ما بيترقصش خالص. ان حاجه زي كده تحصل ده شيء يعني ما فهمتوش. وده يبتدي يجاوبني على اسئله كانت في مخي, لماذا فان دايك دايما بيتجنب المواجهه اللي هو دايما بتلاقيه بيرجع. هو ذكي جدا, هو بيستخدم طوله بيستخدم رجله, ولكن المواجهه المباشره تعمل قلق. النهارده ماتب كان زي الزفت, كذلك النهارده روبرتسون مش احسن حاجه في خط الدفاع. حتى اليسون متسبب في الهدف الاول, الراجل الكره طايره من جنبه وهو موطلها. في فشكله, في كانت ثقه زياده بعد ما كسبت السيتي في السوبر وجيت اتصدمت بالدوري الانجليزي. يمكن تعليقي الوحيد على فريق ليفربول ان جايز خير الحق نفسك, انت عندك مشكله واضحه وصريحه في نص الملعب, روح اعمل صفقات بدل ما انت اعلنت ان انا مش محتاج حاجه واخش الموسم كده. لا انت عندك مشكله, امن نفسك من دلوقتي. اما عن فريق فولهام فاستنتاجاتي الوحيده او تساؤلي الوحيد هو في اللاعبين القادمين حديثا الى فولهام اللي قاعدين النهارده على الدكه, وهو الحارس بيرد لينو اللي قدم مستوى رائع. رودك في حراسه المرمى يخليني في حيره, هل هيعرف لينو يلعب على الحارس اللي قدم مستوى خارق, ولا هيكون الوضع ان انت جايب فلوس وهتلعب هتلعب وهيتظلم الراجل اللي قدم لنا مباراه حلوه النهارده. اما عن امبابو الرايت باك اللي ايضا قدم عليه النهارده تيتي اللي لعب اساسي مباراه خرافيه, وهو اللي عمل الاسيست الاولاني لمتروفيتش وكان دفاعيا قوي جدا وقافل تماما على لويس دياز. فالحيره دي هيجاوبنا عليها ماركو سيلفا, ولكن اول الدوري هو ليس ليفربول ولا السيتي, هو توتنهام بالاربعه مع كونتي. كسبوا كسبوا. انا بصراحه شميت يعني شفت جون اول من ساوثهامبتون في 12 دقيقه قلت كاكي كاكي كا. هو وورد براوس ده ما بيعيش غير ان هو بجيب اجوان حلوه. فريق يخسر 7-8 انا بجيب فاول كور حاجات شيك كده. بتعشمنا ليه؟ ما مش مشكله, ولكن الشخصيه تحسم هذا اللقاء. ولكن قوه القياده الكونتي دخل فينا جون يا جماعه. يلا اوكي هنجيب 4 النهارده بعد 10 دقائق على طول. سيسينيون اللي لازم تقف عنده برده وتقول يعني كونتي مش السكواد ديبث بس اللي انت عارفه, في مفاجآت كنت نسيته اصلا سيسينيون ده خالص. النهارده كنت بتفكر هل بريسيتش هيلعب هنا ولا ريجليون هيلعب هنا, طلع لك لاعب ثالث خالص وبيسجل هدف وممكن يعمل منافسه جباره في هذه الجبهه. النهارده سون بيبتدي عداد الاسيستات وبيعمل الهدف الثاني لداير على طول, الهدف الثالث بياتي عن طريق ساليسو. فشكاله دفاعيه, تحس الواد جاب جون في نفسه. برده ده في نوع من يعني انتوا ايه بقى يا جماعه بتفوتوا ولا ايه؟ الواد رجله ما واقف كده والكره جايله كده قام شايطها كده ماشي 3-1 قام كولوسوفسكي يخلص على طول باداء رائع عشان يقول ريتشاردسون يا جماعه يعني انت موجود او موقوف. النهارده بالمناسبه هو موقوف من السنه اللي فاتت لما قلع تيشيرته ومسك الشماريخ وبتاع في اخر مباراه لايفرتون, ولكن مش دي القضيه. واكد لك ان هذا الثلاثي هو اللي هيبتدي مع كونتي في بقيه الدوري كشكل اساسي, وده اللي كونتي بيقوله للعيبه. على فكره احنا جامدين من غير اللعيبه الجديده. النهارده بيسوم على الدكه, النهارده عندك بريسيتش على الدكه, وايضا اللاعب لونجلي موجود ايضا على الدكه, فيعني بيستعرض عضلاته. ولكن الملفت الوحيد هو عصبيه هاري كين وسون. يعني شويه بقى ايه ماني مشي فنخلق بقى احنا اشاعات على سون وهاري كين والخناقات اللي دارت ما بينهم. طبعا هي مش اشاعات, ولكن طبعا بنشاهد الكره اللي سون قاعد يرقص فيها وهاري كين لوحده خالص وقام شايطها, وهاري كين اتعصب عليه عصبيه بشكل ملفت. لو يا عم العب ازاي العب خلص يا عم سون. سون طبعا قاعد يقول له ريسبكت مي وبتاع اي ريسبكت يو, وطبعا الفيلم اللي احنا عارفينه ده. ولكن
هنا تسأل نفسك سؤال، هل سون بعد ما داق طعم الجولدن بوت وهداف الدوري يبتدي عقليته تتجه الى هذا الاتجاه اكتر، يبتدي يبقى عنده انانية اكتر، وهاري كين اللي بيقوله اصلا لا جو الاسيستس والحاجات بتاعتي دي انا بعملها اكراما، ولكن انا مش هقوم بالدور ده، انا اصلا اللي بكسب الجائزة دي مفروض في اخر الموسم. يا رب يعمل مشاكل ما بينهم. ادعوا معانا يعني بجانب جماهير توتنهام ان هذه يعني دي مناقشة كرة قدم بنستمتع بيها، وانت كسبان 4 واول دوري ومديك حقك اهو. عموما هي نسخة جديدة من توتنهام، نسخة اليوم اللي بجيب فيه اهداف كتير، والنسخة اللي ممكن نشاهدها من السنة اللي فاتت اللي ممكن اسجل واقفل زي ما عملت امام ليفربول والسيتي وابقى سخيف جدا ودفاعي جدا. ايفرتون وتشيلسي شحش قوي، كنت بره وفتحت الموبايل وكحولته عشان اتفرج على الماتش وندمت يعني ان ضيعت القعده في تشيلسي وايفرتون. بصراحه جون واحد وحيد من ضرب الجزاء، ومش الجون بس يعني ده اداء كمان طول الماتش في بهامه كده اللي هو احنا جاي يلا. معرفش ليه اتجه توخيل بعد اللعب الجميل والشكل الممتع اللي كان معودنا بيه والمدرسه اللي هو جاي بيها ان هو يتحول الى انا بلعب اجلي فوتبول، انا النهارده بحاول اتجه الى شكل المهاجم الوهمي. بعتمد على هافرتس، ولكن ستيرلينج بنشوف في المكان ده، ماونت بنلاقيه بيبدل ايضا معاه من الطرف، ولكن انت محتاج مهاجم يا معلم. انت نفسك السنه اللي فاتت في بدايتها كنت عارف ده ورحت اتجهت الى مهاجم كلاسيكي اللي هو لوكاكو، ولكن هو فشل معاك. ده ما يمنعش ان انت محتاج مهاجم. النهارده بتروح تبيع فيرنر وده هنتكلم عليه في حلقه الانتقالات. يمكن شكلك الدفاعي مؤمن شويه وافضل شويه سواء كولوبالي اللي بنعتبر ان هو ابجريد جدا لروديجر من وجهه نظري، بس تعب في الاخر يعني طلع في الاخر مصاب. الراجل اللي هو ايه الريتم بتاع الدوري ده، هو تقيل ولكن هيتعب معانا في الموسم وهيحتاج اكيد روتيشن، وكده بالتاكيد تشيلسي ايضا محتاجه مدافع تكمل بيه الليستة. وكذلك تياجو سيلفا اللي قدم ماتش كبير جدا يخلي لجنه المنشطات تكشف عليه، اللي هو في السن ده وبتلعب طول الماتش ايه بقى ده، انت 37 سنه فين المنطق؟ لا ملوش حاجه لو كويس. بنشاهد ايضا وجود كوكوريلا بيشارك كسيرد باك يعني ناحيه الشمال ثالث مكان كولوبالي، عشان نفهم ان هو اكيد ممكن ما يكونش بس بديل لتشيلول، ولكن هنشوفه بيلعب في الحته دي كتير وهيعتمد عليه ايضا في مباريات كتير. كفايه الماتش ده بقى كده يعني ما فيش حاجه والله، هو واللي جاب الجون جورجينيو، فتخيل الماتش قد ايه ثقيل اصلا. قفل على وايفرتون ربنا معاكم بالاسامي اللي شفتها دي، اللي هو النجم بتاعهم ايوبي، ربنا يستر على ايفرتون وربنا يستر على لامبارد، انا بحب الراجل ده بس هتتسوح السنه دي اسمع مني. يونايتد بتخسر من برايتون 2-1 على ارضها في اول يوم، ويمكن ما قلتلكش ان دي مفاجاه الاسبوع، قلت لك ان تعادل فولهام كان مفاجاه اكتر من كده، نظرا الى مشاهدتك على الدوري الانجليزي في اخر سنين وخبره جراهام بوتر اللي خلاص ما بقاش مدرب اندر ريتد بقى. خلاص يا جماعه احنا عارفين مدى قوه برايتون ومدى عنف هذا الفريق ومدى نظامه، بكمان انك تسحب منه واحد زي بيسوما نجم الفريق، واحد زي كوكوريلا نجم الفريق، وموباي المهاجم النهارده لسه ما اكتملش وما شاركش في الفريق وبيلعب بويلبك والدنيا حلوه، والنهارده بيكسب مانشستر في الاولد ترافورد كاد ان يوصل للهدف الثالث والهدف الرابع. في مدرب بنقول عليه استعجل على رزقه زي لامبارد كده، وفي مدرب بنقول عليه خلاص بقى انت استويت على الاخر. جراهام بوتر من الناس دي يا جماعه، يعني واسمحوا لي ان انا بتكلم عليه قبل ما مصيبه مانشستر ونشوف البلوى، ولكن الراجل ده يا يروح بقى منتخب انجلترا بعد كاس عالم، يا يمسك نادي اكبر بكتير في التوب 6، ولكن حرام وجوده في هذا النادي بهذه القدرات الماديه. مانشستر بقى إريك تن هاج بيلتقي طبعا باول خساره واول مفاجاه واول صدمه بعد البري سيزون، ويعني جمهور مانشستر اللي يمكن اللي هو انا هشوف نفس القرف طول السنه بقى، انهي الموضوع بدري يعني ما اشوفش الحلقات وما كملش وكده. حب اقول لك ان النهارده حصل حاجه مختلفه، بالتاكيد احنا شفنا الراجل بيحاول يطبق حاجه لعيبه مانشستر مش عارفه تعملها، انا مش عارف هيعرفوا يعملوها ولا لا، ولكن راجل بيحاول يبني لعب، راجل بيحاول يبتدي لعب من تحت، وبنشوف هذه المصائب باينه في فكره اللي هو ايه ده ايه اللي بيحصل ده، دخيه بيغلط وماجواير بيغلط وليساندرو مارتينيز بيغلط، وكله بيتسبب في مصائب تخلي برايتون متقدم عليك 2-0 في الشوط الاول، بغض النظر عن ماجواير اللي لسه مستقر على ادائه يعني مفيش اي تغيير ولا اي حاجه حصلت، ولكن مارتينيز اللي لسه ما نقدرش نحكم عليه ولكن عليه هجوم كبير جدا. الراجل اللي اعتمد فريق برايتون انه يلعب الكره العاليه عليه ويضغط عليه بشكل دائم على كل النواقص اللي عنده، وقدر يقرا ويدرس اللي عمله إريك تن هاج في البري سيزون ويقفل عليه بدري بدري ويهدله كل ده. اما عن الجبهه الهجوميه فكان رونالدو عنوان الحدث، رونالدو قاعد على الدكه اللي مازال بيدي ايموجي زي ما انا مسميها كده من على المقاعد، والكاميرا على طول مركزه معاه وهو عارف ده كويس، اللي هو
الحاجات اللي من دي كتير اللي بتثبت ان انا مش مرتاح. النهارده يا جماعه في رايين، واحد بيقولك ان انا كنت مع جدا ان مارسيال هو اللي يبتدي الموسم نظرا ان هو اللي تالق في البري سيزون وهو اللي انتظم وهو اللي جاهز، وانا شخصيا كنت مع هذا القرار حتى لو بدايه الاسابيع وبدايه الموسم نظرا ان رونالدو ما جاش وتاخر وبيشي بدري والحوارات اللي احنا عارفينها. ولكن بغياب مارسيال باصابته، هل تبتدي بلاعب زي كريستيان إريكسن بتقله بسنه ده ان هو يكون بتعتمد على المهاجم الوهمي عليه، ولا حاجه زي كده تخليك تدي رونالدو، ولا اللي هو انا لازم افهمه ان المدرب مدرب وانت مش اعلى من الفريق، ومهما كان ما عنديش مهاجم هتفضل قاعد على الدكه وهتلعب في الشوط الثاني بس. نص الملعب مش هنقدر نقول عليه غير ان المصايب معروفه من 3 سنين، فما بالك ان واحد زي بوجبا كان بيعمل لك رفاهيه في نص الملعب، يديك 4 ماتشات في الموسم غابوا عنك. فالنهارده بفريدو ماكتوميني انت مش هتروح بعيد ولا حتى للكونفرنس ليج لو ما جبتش نص ملعب نجم في هذا الفريق. ربنا يعين إيريك تن هاج بكميه المشاكل اللي عنده بان هو يقدر يخلي اللعيبه توصل اللي هو عايز يعمله في اسرع وقت، ولكن المعاناه انتظروها وخليكوا واقعيين جدا مع هذا المدرب في هذا الموسم الطويل. واخيرا قبل ما ناخد ميسي في الاخر نحل بيه، فيوجد مانشستر سيتي وويست هام في اراضي لندن حيث انفجر هالاند امام الحاج هالاند الكبير في المدرجات. المهم تكون انبسطت انت، يعني اللي كنت عمال تقول هالاند ما اشتغلش، هالاند مش هيجيب، هالاند طلع. قلت لك انا في ماتش السوبر اهدى اهدى على نفسك اهدى، هو جاب 2 ومتضايق قوي انه ما سجلش الثالث وطلع يشتم في الصحافه، قالوا له اهدى اهدى ما احنا بنعيش كده في انجلترا، قال لك سوري مش عارف ايه. الواد حاله، الواد مبسوط، الواد لاقي نفسه، وكل اللي حصل الماتش بتاع ليفربول ابتدوا يعالجوه، ابتدوا يفتحوا له صح، ابتدى يعرفوا ان احنا عندنا مهاجم يا جماعه يجب استغلاله. النهارده دي بروين بيديله واحده كده اللي هو ايه، هديك جاتوهات كتير. النهارده بيسيبوا له ضربه الجزاء اللي هو بعد ما اكدنا ان محرز هو المسدد الاول لجوارديولا، توقعت ان تاني واحد يكون دي بروين، خصوصا ان محرز النهارده مش بيشارك، ولكن الذكاء ان هو عم هالاند اتفضل وقول بسم الله وابتدي عد اهدافك. وفعلا الدافع اللي بيخليه يجيب التاني، الدافع اللي بيخليه يحط راسه في بدايه هدافين الدوري في اول مباراه، فرق كبير جدا النهارده في اللعب، في الاستحواذ، في الطريقه، في رفاهيه اللعيبه، ان واحد يبقى عنده برناردو على الدكه ومنزله كبديل ليه. ومن هنا تسال نفسك هل فعلا حسم كده بالقرار ان برناردو يقعد على الدكه ان اللاعب هيمشي قريب جدا الى برشلونه فعلا والاشاعات قريبه؟ من رايي تبقى في قمه الغباء انك تضيع لاعب زي ده بعد ما ضيعت لاعبين مهمين جدا زي زيتشينكو وخيسوس، والسكواد ديبث اللي كنت بتتميز بيه ممكن يكون عندك فيه مشاكل هذا الموسم. ولكن السيتي يبقى السيتي، عارفين اللي هيعمله، يطلع بالكلين شيت والثلاث نقط، يطلع ايضا في ترتيب الدوري كبدايه حتى مش هنكلمكم عليه لان ما بيبقاش ليه شكل اول اسبوعين ثلاثه كده. اما عن نهايه الحلقه، الجاتوه، عارف حته الجاتوه؟ هو عشان كده سايبها في الاخر. باريس كسبت كليمون 5-0، ده مش قضيتنا ولا بقى ان نيمار جاب جون، ولا ان ماركينيوس سجل، اشرف حكيمي جاب جون تحفه، عدته ولا هيشتريها، اوكي ميسي. خلي بالنا هو يعني الظاهر اتضايق قوي من موضوع وجوده في القايمه ده، كنت بعنفك يا باسيوني. ميسي بادي السنه دي يا جماعه شكله ايه؟ انا عايز فورمه عاليه قوي عشان قطر 2022 ابقى توب التوب. لا الواد يخوف. مش بكلمك على الدبل كيك، هو جاب دبل كيك امبارح وعمل واحده، مش ده ابهاري، ولا في هدفه التاني هو جاب جونين واسيست. في الاسيست، اسيست يا جماعه يكفي اقول لك ان انا ما شفتوش، يعني انا جو كلمني قال لي انت شفت الاسيست بتاع ميسي؟ قلت له ما عملش اسيست، هي الكوره قلشت منه يا حبيبي، كان بيحاول يحطها في الجون، رجعت لنيمار وحطها. قال لي لا طب زوم، ركز على ميسي كده، ميسي في الطاير يا جماعه، مريح له الكوره كده اهو على يعني، اتفرجوا على المتعه يعني اللي فاتتكم وانت بتتفرج على المسخره دي. لا شكلنا اتفرج على موسم حلو، شكلنا هنستمتع بوجود ميسي هذا الموسم اللي ممكن يكون تاقلم مع باريس سان جيرمان، اللي شكله مرتاح قوي مع الجالتيه، عارف يستخدمه ازاي، والفريق شكله متناغم جدا. وعموما يا رزيعة ده كان رايي فيما حدث هذا الاسبوع في الدوريات الاوروبيه وبداياتها القويه. المهم اعرف رايكم انتوا شفتوا ايه الاسبوع ده، جاوبوني على الاسئله اللي طرحناها كتير جدا في الحلقه، احب اسمع رايكم جدا في هذا الموضوع. اشتركوا معانا في القناه عشان تتفرجوا على الحلقات اللي نازله يا جماعه الاسبوع ده اول باول ويجي لكم التنبيهات على طول على الموبايل. اشتركوا معانا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبفكركم براعي الحلقه ريكسونا المزير على رقم 1 في العالم، وكفايه رزعه قوي لحد كده. اشوف اسيست ميسي شاورهولك، اشوف الحلقه، عايز حاجه بلغ علينا. لا بلغ علينا.